ما احنا ننتهز الفرصه تاع اليوم راهي ريتكم الضغط على الناس استاذ ريكلاماسيون اللي راهو هنا يعني حتى nos adhérents nous contactent directement et ça nous arrive aussi de régler des réclamations. Donc les citoyens sont informés, le chargé d'études, le chargé de répondre doit faire son travail. C'est comme une réclamation, le réclamation pour النقطة الأولى هي الوقوف على الإعانات التي قدمها الصندوق الاجتماعي للديوان للفنانين خاصة يعني لي زاديرون تاع لوندا. النقطة الثانية أصريت أنه أيضا مواصلة تقديم هاد الإعانات مادام الجائحة مستمرة. النقطة الثانية وهي الموضوع الأساس الاشتغال على القانون الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة أنه بعد هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت كل العالم فقط مش فقط الجزائر، اكتشفنا بلي الفنان الجزائري ولو أنه عنده إبداعات وعنده أعمال كثيرة لكنه ما يستفدش من حقوقه كاملة، خاصة تلك الموجودة على المنصات الرقمية اليوتيوب وغيرها. دونك العمل اليوم جاري لتحديث القانون الجزائري المتعلق بحماية حقوق المؤلف ليستفيد الفنان الجزائري من حقوقه على هذه المواقع والمنصات الإلكترونية، رفع من معاشات المشتركين تاع الديوان، وايضا امكانيه استفاده ارمله الفنان او المؤلف من المعاش في حاله وفاه المعني.